بالبداية توجهنا لعند ناي الراعي، مؤسسة لموقع متعقب التحرش يلي اليوم عم بيساعد بالكشف والتبليغ عن العديد من حالات التحرش الجنسي اللي بتصير يومياً. ناي كيفنا؟ منيح، ماشي الحال. اليوم أول شيء بدي أقول لك يعطيكم العافية على كل الشغل اللي عم تعملوه. بدنا نحكي أولاً عن ناي. فجأة كنا أول شيء بالخطاب العام إنه أوكي مسألة التحرش الجنسي بالدوائر المغلقة ينحكى فيها بالجامعات، يمكن هيك فجأة صارت بالإعلام، صارت وين ما كان، يعني كأنه صار في خطاب خرق فجأة الخطاب العام وعم بيتحكى بالمسألة بشكل أوسع. شو صار؟ هو فعلياً يمكن بيّن إنه فجأة، بس هذا موضوع صار له بهاي الدوائر اللي انت عم تحكي عنها، صار له سنين، كل فتره وفتره بيطلع شيء عن الموضوع. هلا اللي صار كمان اللي ساعد انه في خلق شيء اسمه وزاره شؤون المراه، والجامعه الامريكيه اللي هي مؤسسه كبيره ومعروفه بالبلد فتحت كول لينشغل ابحاث عن الموضوع، فكمان هذا ساعد. ونحن كنا مقلعين جديد مع انه نحن كافراد كنا عم نشتغل بغير مبادرات لسنين قبل، فثاقبت انه هول كلهم مع بعض، يعني صار في تشبيك بين اكثر من طرف تقريبا، صار في هيك شيء. وهو الارضيه يعني تقريبا اذا بدك منا مش معودة كليا، يعني الأرضية شوي محضرة نوعا ما إذا بدك، لأنه خطاب تصاعد خطاب المرأة كمان. إيه كمان المرأة، لأنه كمان نحكى كتير ب يعني كفا والتحالف اللي اشتغل على إنه نفرض المرأة اشتغلوا على سنين طويلة وبنوا شبكوا كتير منيح مع الإعلام ومع إعلاميين، فصارت القضية نقلت للفضاء العام إذا بدك أكتر، فيمكن كمان سهلت فتحت لنا شوية طريق لحتى نحكي بقصص تانية متعلقة بالمرأة ومتعلقة بالعنف الجنسي اللي هي حد العنف الأسري مثلا. صح. فبالتالي يمكن بيّن أنه هذا الشيء صار فجأة، بس هو صار تراكم يعني على كذا سنين وكذا مبادرة وكذا جهة، وبالآخر لحتى بالآخر شبكوا كلهم مع بعضهم. طب لنحكي هلا عن الويب سايت. اليوم في ويب سايت متعقب التحرش، شو الفكرة؟ كيف بلش؟ بلش نحن ثلاث أشخاص، يعني ثلاث صبايا، وثلاثتنا كنا شاغلين قبل بمبادرات تانية مثل مبادرة مغامرات سلوى إذا بتعرفيها، يلي كان في مجموعة اسمها المجموعة النسوية ببيروت، واشتغلنا كتير على هيدي الخبرية. كان دائما في حكي انه نحكي عن التحرش وكيف بدنا نحكي عن التحرش، كيف بدنا نخرق الخطاب العام وكذا. فنحن الاشخاص نفسهم كل حدا ظهر وعمل شيء ثاني بحياته، لحد ما جانا سمعنا شو عم بيصير باراليل بمصر مثلا، وشفنا ما في كتقارن سيئان، بس بتشوفي انه هذا سيئ صعب، وين التحرش الجنسي كتير متكتم حوله وكتير كانه منه موجود، يعني بالتالي اصعب الشغل، وصار في خريطه والخريطه خرقت بفتره بوقت كان كتير حساس سياسيا بمصر، فهيدي كمان كانت نوع من مصادر الوحي. غير انه كل هذا الشيء شيء على جنب، انه نحن كافراد نحن اشخاص نسويين، يعني نحن نسويات وفكرنا نسوي، وين وعشنا بكذا مدينه بالعالم وشفنا انه حياه النساء بالمدن بغض النظر باي مدينه كانت مرتبطه بهذا التطبيع وهذا السكوت وهذا الرضا غير المعلن مع التحرش ومع الانتهاكات اليوميه اللي بتصير علينا، وقررنا نعمل هذا الشيء بيروت لانه بيروت هي مدينتنا والمدينه اللي بنعرفها اكثر شيء، بس هذا الشيء شفناه وين ما كان، فحسينا انه طب ليش ما نحن بنرجع بنلم حالنا من محل ما وقفت كل هالمبادرات بالسنين الماضية وبنرجع بنكفف فيها وبنشوف شو معقول يطلع معنا. يعني حكينا كتير والحكي بالخطاب العام كتير زايد وموجود كل الوقت، حسينا انه يلي ناقص هو شوية بركة فعل، شي عملي. فهي الخريطة طلعت، الويب سايت طلع، اول شيء هو عبارة عن خريطة وتحتها استمارة تبليغ قصيرة، وبتتيح التبليغ غير المجهول، يعني فيك تبلغي وما نعرف انا انت مين، والفكره منها انه هي بتصير كل هيدا الداتا كل هيدا المعلومات بتصير متاحه قدام الكل اونلاين، ما انه عم نحكي كمان فضاء الكتروني، يعني هو مساحه خصبه اذا بدنا نقول، لو ما انه كمان الشخص اللي عم بيعلن عن الواقعه ما انه مجهول هويه. ايه صح. طيب هون ممكن كمان حدا يفتري على حدا، ممكن بلا ادله يشهر بحدا او يعني بتصير.
هاي كيف فينا نضبطها يعني كمان؟ يعني ليكي لأنك قلتي هذا فضاء إلكتروني، يعني نحن بنعرف إنه في قصص كثير ما بنقدر نضبطها، في قصص كثير ما بنقدر نضبطها، بس الفكرة إنه بعد لهلا ما صار تشهير بحدا، يعني ما صار تحديدا شيء إنه حدا تسمى وطلع غلط، يعني ما صارت. طبعا طبيعة الحال هذا الحكي ما بيعني إنه ما رح تصير، وما بيعني إنه ما إنه خطر وارد، بس نحن اللي عم نجرب نعمله إنه عم نجرب قد ما فينا نروح عكس السردية اللي بتقول إنه كل ما حدا بلغ عن شيء بدنا نقعد نشكك فيه، ليه افترت وشو قصدك ومين، ومعقول يكون بدك منه شيء عم تحكي هيك؟ لأنه كل الوقت السردية المضادة لسرديات النساء عن التحرش وعن العنف هي هاي، هيدا عمل التشكيك بيصير كتير كل الوقت. فنحنا نحنا يعني بالوقت اللي نحنا واعيين لهذا الشيء عم نجرب ما نحطه نصب عيوننا، بس هو التشكيك محق يعني بمطرح بمحلات ايه، بس لحد هلأ كل شيء عم نشوفه ما في ما حدا عم بيصوب صوب انسان معين وعم بيقول هذا الشخص هيك هيك هيك، اكيد وارد هذا الشيء، بس القصص اللي عم بتصير للناس اللي عم تنوصف فيها تكون اي حدا. يعني هم بيجي بيقولوا لك انه فلان فيهم يقولوا مثلا انه فيهم يقولوا، بس اغلب الوقت عم بتكون ناس ما بيعرفون، اغلب الوقت عم بيكون بس لما يكون بمكان العمل مثلا او أي. يعني عم بتصير معكم مثلا بعد ولا مره حدا بيتشكوا عالم عن عالم باماكن العمل ما بيقولوا وين مكان عملهم. طب بذات الوقت بس يصير هيدا التبليغ شو بيصير كفعل؟ يعني اوكي نحط على الانترنت صار موجود الواقع او شو بيصير؟ نحن يعني بنحب نقول عن حالنا كمبادره انه نحن شبكه وصل، يعني نحن انه العالم بيقدروا يشوفوا مين عم يعمل شو عنا، وبيقدروا يشوفوا اي جمعيات موجوده لحتى تشتغل. اللي نحن ما بنعمله هو انه ما بنشتغل مباشره، يعني ما فيني انا هلا اذا صار شيء مع حدا انا اروح لعنده او دق لفلان، يعني اي كان ما بعمل يعني انتوا اخباريا بس شغلتكم فعلا. بنفس الوقت بس بنفس الوقت نحن على المستوى المتوسط اللي هو هلا نحن بنلم انماط، بنلم ترندز من هالخريطه وبنقول شو لازم ينعمل، نعمل توصيات للجهات المعنيه لحتى تشتغل. طب ناي خلينا هلا ننط على حالات او قصص معينه وصلتكم كيف تعاملتوا معها. اوكي اولا في هيدي حدا بالباك يارد، فالشخص عم يبلغ عن انه في حدا عم بيتعدى على الصبايا بالباركينج، ما بنعرف اذا فالي ولا ما بنعرف اذا امن، ما بنعرف شو، وفي صارت كذا مره ولازم ينعمل شيء. هيدي بالتبليغ قالت هيك، فنحن اللي عملناه انه حطيناها على فيسبوك، على صفحتنا على فيسبوك، وعلى اساس تواصلوا معنا اداره الباك يارد وطلعنا بهدول الافكار انه تدريب ومحاوله اذا بدك وضع اليه للتبليغ بقلب المطرح. ميله ثانيه مثلا هيدي اول ما بلشنا اجونا هدول مع بعضهم، هلا الثلاث بلاغات عم يحكوا عن نفس الشخص بس ما بيعرفوا بعضهم. نفس الشخص ايه. يعني لانه يعني نفس الموقع تقريبا انه بالحمرة وببلس حدا وصفت شكله وصفت عمره شو عم يعمل، وكل مره بيجرب يشد البنات ويمشي معهم وكذا. ثاني حدا يعني هذا كمان شيء من ايجابيات هيدا المساحه انه العالم ما بيعرفوا بعضهم عم يتفاعلوا مع بعضهم، لا حتى اذا بدك يبلغوا عن شخص معين او انه تو اليرت يعني نحن اللي عم نجرب نعمله انه كنا عم نجرب نمهد الطريقه نقدر نعمل نطرح عليهم توصيات ونشاركهم فيها انه هذا الشيء عم بيصير، وهذا من اهداف المبادره كمان انه اذا بدك اول دعسه وثانيه اذا بدك شوي لتسكت العالم اللي بيقول لك لا ما بيصير شيء انه هيدي كمان حطيناها قدام الناس قدام الدرك شوفير سيرفيس قرر يعلق على حدا والدركه على جسمه للشخص اللي طلعت معه والدركه كان عم يبرر له اياها وانه لا بيمزح وكذا. فهي كمان انه عم نجرب قد ما فينا انه نفرجي هذا الشيء بيصير كل يوم، وكمان نمهد الطريق لانه احنا بتوصياتنا في توصيات لنقابه السواقين، يعني نقابه السواقين العموميه. انتوا عملتوا توصيات لعده اطراف معنيه لسبع اطراف اعلام صح؟ شو اعلام ناشطين محامين نقابه المحامين وزاره الداخليه والبلديات قوى الامن الداخلي نقابه السواقين نقابه اتحاد النقل البري يعني واصحاب المطاعم. شو يا أشتا؟ لك شو عم تعملي برات السويت؟ امشي امشي.